طبعا هذا الكامبينج الجميل الحلو هذا الباص الله هذا الفصل المسافر عليه في مكان شوف الوزة ابو عزوز هذه اتوقع اخر يوم لها اسكت انا لا سكنت ابو عبد الله الجديد الاشراف ها ابو عزوز ابو عبد الله ما حد يفهم عربي الا انا ابو بدر نعم والله شو تصور شو تخلي ما شاء الله مكان جميل الحمد لله حظ مو طبيعي بحثت لقيت هالكامبينج قبل لا احرك امس والحمد لله ربع مستانسين منه هذا الوز هذا الشباب قاعد يصلون صلي معاهم ولا خلي وراهم بعد على اخر شيء نزلنا الحمد لله على الخيام وحطينا شغلنا شوي ولا مطر بس الحمد لله قاعدين تحت شير حطينا درع هواء بارد صراحة جاي من هالجهة بارد بس الأجواء صراحة خرافية هذا عبالي بحطط بس شكل ولا طلع فيه ناس قاعدين فيه قديم موديل قديم بس عجبني مطة المظلة طبعا دار مدار كلها جبال وشلالات هناك شلال 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 هذا الغيم اروح حق الربع تحطوا خيمتكم حطوا خيمتكم بأي مكان الوزة هذا الوزة هذا الخشب نقدر نستخدمه ناخذ الخشب وهذا مشب حط الخشب وشب تبي تشوي محطوط هذا الصبات رخام 1 2 3 4 5 3 6 هذه كهرباء مديناها يا مرة هذا المكان حلو يعني اذا الجو حار لا قط نفسك سبح هذا الجو والله ما قطعت انت بكرامة الجوتي سبة الارض رطبة وبنفس الوقت برد هذا الشباب هذا سكر طال عمرك عمرك طول يا ابو سكر حبتين حبتين قاعد ابو عبد الله قاعد تعال اجلس انا تعال واقف انت اليوم
العام الثاني. هالمكان الحلو مطر امس اشتغل علينا ليل صبح ما شاء الله، بس ما يتطور في المكان صراحة جميل. هذا كله غيم، كله دار مدارنا غيم. بعد شوي في مطرة، بنروح مجمع بعدها ان شاء الله سهل الله. قار من هني الشغل كله بونجور. خذ لساننا على البونجور بونجور بونجور. اكثر ما من اطراف سويسرا يتكلمون فرنسي، فمتعودين على كلمه بونجور. هذا ماء الشرب، فوق دش مكتوب عليه للشرب، وهذا غسيل المواعين. هذا مطعم بعد شنو، حمام هناك كنتم كرامه، وفي حمامات ثانيه هناك وغسيل. هذا الجو حلو، الربع قاعد يشيلون اغراضهم. انا تقريبا شفت بس باقي الخيمه والامور طيبه. كل مال هذا مترس، اشوفكم على خير اذا ما في مطر. ركبت المايك وتكلمت، الله يسهل علينا وعلى الجميع ان شاء الله. سلام. الحمد لله طلعنا من الكامبينج اليوم الثاني، اجواء حلوة بس اللي صادنا المطر صراحة. صادنا اول يوم المطر، والثاني يوم مطر على الخفيف، بس اول يوم لا كان هواء ومطر. بس الحمد لله استمتعنا، اجواء جدا حلوة، روعة روعة يعني صراحة. طباخ وشغل عدل، والحين طلعنا تونا الحين من الكامبينج رايح محطة بنزين. انا طبعا مفول بس عشان بعزوز هابي بنزين. محطة ثانية يمكن. عبينا بنزين، ما انا ما عبيت، بعزوز عبى بنزين، انا بعبد الله امس معبين بنزين. والحين باذن الله نمسك الخط الجميل والشعب المبتسم. سويسرا غير، والله العظيم يا جماعة الخير ان سويسرا جميلة جميلة، مو بس بالطبيعة، شعب مبتسم، الكل يقولك هلو، الكل يصبح عليك، والكل بحاله. سيارة بعبيد جميل، استمتعوا وشوفوا المناظر الحلوة الجميلة. شوفوا قمة الجبل كلها ثلج ثلج. تقريبا نص خمسة الحين، هذا الجو بسويسرا وايد حلو. Thank you.
غريبة في بيوت إنه على الجبل شلون يصعدون لها يعني. هذه البحيرة اللي طلع على الكامبينج ان شاء الله جميلة. هذا الجديد هذا X5 او الظاهر او الاكبر. نظيفة. السرعة أكثر شيء يبي، مع أن أنا شفت بالقار من 120 مكتوب، بس اللافتات كلها أشوف 100. أمس 80 وصورت الكاميرا استغربت. 60 الفرعي مو مشكلة، بس بعض الأحيان فجأة يخففون 80. فالأفضل لا تتعدى 100. عندنا كاميرات بكل مكان. بس والله صراحة استمتعنا بسويسرا، حلوة حلوة. لو بعد طالع الشمس كان شفت المنظر أحلى من اللي تشوفونه الحين النهار ما شاء الله. حصلت لك مشكلة لا سمح الله انهم رقم الطوارئ 118 اتصل عليهم يوم. في غيمة في مطرة بس ما مو مطرة قوية، يعني عادية. رشة خفيفة الرذاذ، رذاذ المطر. لأن أنا حاط برنامج بالتليفون ينبهني إذا كان في مطرة قوية يعطيني تنبيه إنذار. من أهم البرامج الله يجزاه خير أعطاني محمد الرفاعي. اشتراك تقريبا على ما اعتقد يا 12 دولار او 14 دولار بالسنة، وخسارة. يعطيك احوال الطقس اذا كان في ثلج، اذا كان في هواء اتجاه الهواء، مطر اذا كان قليل. سامحوني والله ما قدرت اصبر وايد بسبب ان حاشتني كحة غريبة، كحة ونشلة نفس كل مرة كل سنة تخش موسمية.
الحمد لله الامور طيبه. خذينا حبه حساسيه ماكو فايده، خذينا بنادول امس الله يجزاه خير ابو عزوز اعطاني حبه من خشم، الحمد لله صرت احسن، انت قاعد صرت احسن. هذا عربي اللي قدامي، ها عمي قانون بعزوز وين ادور؟ لان انا 210 عندي.